أيتها الشفيعة الحارة والسور الذي لا يحارب ينبوع المراحم وملجأ العالم إليك نهتف دائما يا والدة الإله السيدة أدركينا ومن الشدائد أنقذينا يا سريعة الشفاعة وحدك مريم والدة الإله هي الشفيعة الحارة يعني هي يلي عندها الحب الملتهب نحو البشر نحو الخليقة هي التي بهذه المحبة التي كانت فيها وسكنت فيها بسكن الإله في جسدها صارت ممتلئة نارا ملتهبة ونورا تحرق بشفاعاتها أشواك أهوائنا صارت هي سور ما بتقدر الشياطين ولا الأهواء أنه تخرقوا وتفوت علينا حتى تأذينا صارت هي ينبوع المراحم لأنه حملت في أحشاء مصدر كل رحمة وكل حنان وبهذا الإله الذي سكن فيها بنعمته هي تطفق على البشرية صلاة وشفاعتا بكل هالحنان الالهي الذي سكب عليها ومن هيك هي صارت ملجا ما بس لكل مسيحي ولكن لكل العالم هي تصلي لاجل كل العالم لاجل ان يرفع الرب بشفاعاتها التي نحن كمؤمنين نطلبها بحراره يرفع الرب عنا وعن كل المسكونة الشدائد والضيقات وينقذنا سريعا بصلواتها امين